السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التليجرام برنامج قوي جدا وفيه مزايا كتيرة جدا. من ضمن المزايا ان انت لو بتدور على اي برنامج بتلاقيه موجود هناك، يعني اي سوفت وير اي برنامج بالملحقات اللي احنا عارفينها هتلاقيه هناك ان شاء الله. طيب كل اللي عليك ان انت هتيجي هنا في السيرش وتكتب اسم البرنامج اللي انت عايزه. مثلا انا كتبت ريفت، تمام، وممكن تكتب رقم الاصدار اللي انت عايز تحمله مثلا 2024، فهيبدا يجيب لك بقى الحاجات تقدر انت بقى تحمل داونلود. هتلاقي حتى في ادنس كتيره مش موجوده على النت ببلاش هتلاقي هنا، تمام. خلينا ناخد مثال، مثلا المكتبه المعماريه الشامله اهوت حاطه البرنامج بالاجزاء بتاعته، وتقدر انت تحملها الاوتوكاد كل حاجه موجوده. انت اعمل سيرش هتجيلك حاجات كتيره جدا تقدر تحمل زي ما انت عايز.